سوق السراجين تأسس عام 1930 وسط مدينة السليمانية القديمة، وضم أكثر من 40 محلاً. منتجهم كان ينافس الأجنبي ليغدو اليوم سوقهم خالياً إلا من 4 محل للسراجة. إشي سراجي أوني من ببير بيت أقريته بوصالي شاستكان. حسب معلوماتي إن هذا السوق يعود تاريخه إلى الستينيات، وكان هناك أكثر من 10 دكاكين تعمل في السراجة، والصناعات كانت يدوية إنذاك وليس بالمكان كما الآن، وكانت الصناعات تشمل صناعة سراجة الحصان والكماليات الأخرى للزينة. لكن الآن وبسبب الحاجة إلى أعمال أخرى أصبحت السراجة عبارة عن صناعة أغلفة المسدسات والأحزمة، وأصبحت الدكاكين أقل من ذي قبل، 2 أو 3 دكاكين فقط، واندثرت الأعمال اليدوية مع الأسف وبقي الاسم فقط. ضعف الإقبال وغزارة ورخص المنتج الأجنبي وكثرة الأزمات الاقتصادية انعكست على السوق السراجين بشكل جلي، لا سيما أن أغلب حرفي هذه المهنة يمتلكون الموهبة والمهارة في صنعتهم التي ورثوها أبا عن جد. من قبل من سراجين يسوون كل شيء، الشغل مال سراجين، مال قراب، من مسدس، مال يعني سلاح، أي شيء يعني شي تريد أكو. بس هسه كله بالصين يجي للعراق، أكو يعني مسدس مال شو اسمه، قراب مال مسدس، مال حزام، أي شيء كله صيني. هسه ماكو يعني ما حد ماكو يشتغل. كان هذا الزين يشتغلون به من قبل 50 سنة 60 سنة، يسوون زين مال حصان حشاكم. بس هسه صيني موجود هنا، الواحد زين جيت 60 ألف لو 70 ألف، كان يسوون 300 400 يجي. هسه ماكو، هسه خلاص. مهنة اقتصرت في يومنا الحاضر على صناعة جعب السلاح والحقائب النسائية وأحزمة الظهر، في محاولة أخيرة لبث الروح في مهنة الفروسية والفرسان. بعدما كانت هذه السروج تصنع هنا في سوق السراجين لأكثر من 100 عام، بات اليوم أصحابها معدودون على الأصابع، وهذه السروج تستورد من الخارج. من السليمانية، مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.